وسقط الحر حرا شهيدا بين يدي أشرف إنسان على وجه البسيطة في معركة الحق الكلي ضد الباطل الكلي. وتوالت كواكب كربلاء تسقط شهيدا تلو الشهيد، يستبشرون بالجنة التي كشفها الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام على أبصارهم قبل المعركة. لنعم الحر حر بني الرياح، صبور عند مشتبك الرماح. لنعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصباح. وبقي إلى جانب الإمام أهل بيته وإخوته وبنوه، فلم يدفع الإمام بإخوته إلى المعركة في بادئها لضرورة مفروضة في خدمة حرائر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظهم، وخاصة زينب الكبرى عليها السلام، إذ كان لابد من بقاء محارمهن من إخوة الحسين حولهن، وكان الأمثل لهذه المهمة قمر بني هاشم حامل لواء الحسين عليه السلام العباس، وقد وقف على وصية أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم قاربت روحه الشريفة العروج إلى الملكوت الأعلى. دعا العباس وأوصاه بزينب وقال: أوصيك بهذه يوم تجد أخاك الحسين وقد جمعت عليه فرق باغية، وهو بينهم لا ناصر له ولا معين، فكن له خير ناصر واحفظني بكفالتك زينب. وإن تكن الأبدان للموت ينشئت، فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا، فقلة حرص المرء في الرزق أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها، فما بال متروك به المرء يبخل عليكم سلام الله يا آل أحمد عليكم سلام الله يا آل أحمد فإني أراني عنكم سوف أرحل. أيها الأمير، إن عليا نزل عندنا فتزوج من أم البنين فاطمة بنت حزام، فولدت له العباس وإخوته، فما رأيك أن نعطيهم الأمان؟ نعم، ونعم الرأي لك ذلك. أين بني أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ ما لك وماذا تريد يا شمر؟ يا عباس، أنت وإخوتك
عبد الله وجعفر وعثمان آمنون. ويلك يا عدو الله، أتعطينا الأمان وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ يا عباس خذ منا الأمان. لا حاجة لنا في أمانكم، أمان الله خير من أمان ابن سمية. روحي لك الفدا يا أبا الفضل، بدأ العطش يثقل على قلب آل الرسول كما الشمس تهوي حين يثقلها الغروب. خرجت سكينة طالبة للماء، عز طالبها على قلب أبي الحمية والعنفوان أبي الفضل العباس، فاستأذن الإمام لاستحضار الماء، وهنا بكى الإمام الحسين عليه السلام. أنت يا أخي العلامة من عسكري وحامل لوائي، فإن أنت غدوت يؤول جمعنا إلى الشتات. فداك روح أخيك يا سيدي، فقد ضاق صدري من حياة الدنيا، وأريد أخذ الثأر من هؤلاء المنافقين. يا عباس يا عباس، حس حسين يمك يمك يبكي وخلط دمعه بدمك. حاير حاير يا ابو فاضل بلمك، وسكنايا وسكنات سلي الطفايا يلبسمك. تقلى تقلى يا تقلى يا تقلى الساعة ويجيب الله. يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله، قد قتلتم أصحابه وأهل بيته، وهذه عياله وأولاده عطاشا، فاسقوهم من الماء فقد أحرق الظمأ قلوبهم. يا ابن أبي تراب، والله لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أقدامنا لما سقيناكم منه قطرة واحدة حتى تنزلوا على حكم يزيد بن معاوية. وبعده لا كنت أن تكون. يا نفس من بعد الحسين أوني، وبعده لا كنت أن تكوني. هذا حسين وارد المنون، وتشربين ماء
بارد المعين طلع طلع ماذا شعار ديني ولا شعار صادق اليقين. لني دعني ليصل أخي سعيد فأتزود منه وأودعه ويودعني. أبا الفضل يا قرة عين، أنا أخوك الحسين. معذرة يا سعيد، أعتذر عني يا سكين، فلقد وعدتها بإحضار الماء. وسلم على قرة عيني زينب وقل لها يعز على أخيك أن يتركك دون كفيل. ما لك تنزل رأسك وفيك؟ أخي أنت الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة لن تجد من يضع رأسك في حجره ويمسح الدم والتراب عن